أكلمكم عن أمر شديد الأهمية، وهو اعتماد مصر كدولة ذات منشآت لصناعة الدواجن يمكن الموافقة على تصدير إنتاجها إلى الخارج. دي موافقة من منظمة صحة الحيوان العالمية اللي هي OIE في باريس. هذه الموافقة تعتمد المنشآت المصرية العاملة في صناعة الدواجن للسماح بتصدير إنتاجها إلى مختلف دول العالم. الموافقة دي احنا اشتغلنا عليها 14 سنة وصناعة الدواجن تعمل من أجل هذا اليوم. النهاردة عندنا 8 منشآت حصلت على موافقة من منظمة صحة الحيوان العالمية لتصدير إنتاجها إلى الخارج. وطبعا المنتجات اللي بنصدرها من خلال صناعة الدواجن المصرية أو اللي اعتدنا على تصديرها هي الكتاكيت عمر يوم وبيض التسمين وبيض تفريخ أمهات التسمين. إذن عندنا 3 منتجات رئيسية، وفي النهاية هذا الأمر سينعكس بالإيجاب على كل صناعة الدواجن، ولكن ما يجب أن نتحدث بشأنه بعد أن نوجه الشكر إلى وزارة الزراعة على جهودها على مدى سنوات طويلة حتى تصل مصر إلى هذه الدرجة من الاعتماد وننتهي تماما من كابوس إنفلونزا الطيور. إحنا بدأنا مرحلة الجد. الحجر الزراعي المصري لما بيروح يفتح دولة لصادراتنا من الحصلات الزراعية، الموضوع بيقعد على الأقل 2 سنين، ملفات واجتماعات وزيارات ووفود بتيجي من هذه الدول لزيارة مزارعنا ومحطات التصدير. الأمر بالمثل، يجب أن يتحرك على الفور الحجر البيطري المصري ويتفاوض مع مثيله في أي دولة عايزة تستورد منتجاتنا، وخاصة في الدول العربية. السوق الأكبر لمصر في صناعة الدواجن هي الدول العربية. أنا عصرت شاب مصري اسمه أحمد البنا، هو رئيس شعبة البيض في الاتحاد العام لمنتج الدواجن. هو أول شاب جدع قدر أنه هو يطلع ببيض المائدة إلى دولة البحرين، يعني فعلا نجح في كسر الحاجز الموجود على مصر أو الحظر الموجود على مصر في تصدير منتجات المنشآت الدجنة، ولكن كان يعمل بمفرده. صحيح وزارة الزراعة كانت بتديله أي ورق محتاجه، ولكن إحنا محتاجين وفود من الحجر البيطري المصري يتوجه إلى كل الدول العربية إلى كل دول العالم ليشرح كيف نجحت مصر في قهر مرض إنفلونزا الطيور، كيف تحولت منشآتنا إلى منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، كيف أن صناعة الدواجن في مصر هي من أقوى الصناعات الموجودة في مصر والوطن العربي بل في العالم. عندنا منشآت قوية جدا، استثمارات تقترب من 90 مليار جنيه، خبرات لا يمكن أن تجد من يضاهيها في الوطن العربي أو حتى في العالم، خبراء العالم يعملون في مصر في صناعة الدواجن. إذن العالم في ظل الظروف التي نمر بها جميعا في حاجة إلى الأمن الغذائي، وما أحوجه حاليا أيضا لأي إنتاج مصري سواء من بيض المائدة أو كتاكيت تسمين أو كتاكيت عمر يوم، إنها في النهاية لحوم بيضاء. دي القضية اللي كنت لازم أتكلم عنها في بداية حلقتنا النهاردة. خليكم معانا عشان نشوف فقرات